ضيفتي النهارده اكدت مثل ان ابن الوز عوام تنوعت في ادوارها لحد ما بقت من اهم نجمات الوطن العربي. قلتي ان كان عندك ازمه ثقه في نفسك. ده حقيقي. ايه اللي وصلك لكده؟ ايه اللي خلاكي يبقى عندك الازمه النفسيه دي؟ شايفه ان حظك احسن في الدراما عن السينما؟ اكيد جات لي فرص اهم بكتير في الدراما وادوار اهم بكتير في الدراما. طب ليه ما نجحتيش في السينما قوي زي الدراما؟ فيلم بالعربي سندريلا كانت بدايتك كبطله في السينما. غلطه ولا ندمانه عليها؟ تكوري وتعترفي ان منى شلبي سبقتك بخطوات كتير قوي؟ حبر سري يوميا في رمضان مع الإعلامية أسماء إبراهيم حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.